مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية صومال. ومن أبرز العناوين: انطلاق أولى جلسات أعمال الدورة السابعة لمجلس الشعب الفيدرالي. رئيس ولاية جنوب الغرب يعقد سلسلة اجتماعات في مدينة حضر. وزير الخارجية يؤكد أن جمهورية الصومال تعود إلى المحافل الدولية. وفي أخبار العالم، خفر السواحل الليبي يعيد 185 مهاجرا من عرض البحر. أما الآن مشاهدين الكرام، فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. انطلقت اليوم الأربعاء أعمال أولى جلسات الدورة السابعة لمجلس الشعب الفيدرالي، وذلك في مقر فيلا هرقيسة بالعاصمة مقديشو. وترأس أعمال الجلسة رئيس مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي السيد محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، وبحضور 156 نائبا. وناقش النواب في جلستهم تمرير القراءة الأولى لاقتراح مراجعة وتكميل قانون الأحزاب السياسية للبلاد، والتصويت على انضمام عضو جديد للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وهي السيدة سعدية يوسف شوري. عقد رئيس ولاية جنوب الغرب السيد عبد العزيز حسن محمد لفتقرين اجتماعات مختلفة مع مسؤولي إدارة محافظة بكول ومدينة حضر وضباط الجهات الأمنية. وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تعزيز تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة بكول والقضايا الأمنية. وكان رئيس ولاية جنوب الغرب قد وصل أمس الثلاثاء إلى مدينة حضر حاضرة محافظة بكول على رأس وفد رفيع المستوى. قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية معالي أحمد عيسى عود في حوار خاص لتلفزيون العربي أن جمهورية الصومال الفيدرالية عادت إلى المحافل الدولية. وأشار معاليه أن الصومال عضو من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، ويشارك بفعالية وبتأثير قوي في المحافل الدولية. وأوضح معاليه أن الصومال اشتهر بسياسة خارجية حيادية والسعي إلى خلق علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم جميعا. وأشار وزير الخارجية إلى أن علاقة جمهورية الصومال الفيدرالية مع قطر تزداد قوة، حيث قدم الشكر والتقدير إلى قيادة والشعب القطري الشقيق. كما أشاد بالدور الذي تلعبه تركيا في الصومال، واصفا بالشريك الاستراتيجي وأقوى حليف وداعم للشعب الصومالي، حيث ذكر أن الوجهة الأولى للتجار الصوماليين ولمن يحتاج العلاج أصبحت الآن تركيا. وفي ختام الحوار ذكر معالي الوزير أن الصومال ينتظر دعما أكبر من الدول العربية الشقيقة. أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأربعاء أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 185 طالب لجوء. وقالت بعثة المنظمة بليبيا في بيان عبر تويتر الليلة الماضية، أعاد حرس الحدود 185 مهاجرا بينهم نساء وأطفال إلى ليبيا. وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين لتقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الطبية الأولية. ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين أو وضعهم الصحي وإلى أي منطقة تمت إعادتهم في ليبيا. ووضحت أنه تمت إعادة نحو 4000 مهاجر غير النظامي إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري. وبسبب الإضرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا لمهاجرين أفارقة غير النظاميين يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فرح، وفي الهندسة الفنية الزميل محمد عبد الحكيم بنكا. أترككم في أمان الله
حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.